في الهنا والشفا. اعمل لك حاجه تانية؟ لا لا خوخة تسلمين، ده تعبك معايا هواية. تعبك راح، وانا لازمتي ايه يعني غير راحتك؟ تسلمي حبيبي قلبي تسلمي. انت بس لو تسمع كلامي وتقعد في البيت شوية اعمل لك اكل تاكل صوابعك وراه، اكل خوخة بقى. والله اتمنى يا خوخة، بش اسوي؟ الشغل فوق راسي. الراجل ده مليته ايه؟ ولا حتى بصلي. مساء الخير يا سي عدي. هلا 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 خوخه، تفضلي اشربين معاي كاس. لا انا ماليش في الخمره، بس ممكن اعمل لك اي حاجه تانية. كيف يعني؟ بس انت مالكش في اكلي، فقلت يعني لو عايز اي حاجه تانية اعمل ايه. شنو تعرفي تسوين يعني؟ مش انت بتتفرج على رقص كتير بره؟ انا بقدر ارقص. شوفين خوخه، يعني شفت رقص وشفت بنات حلوه ترقص. بس الا رقص خوخ. خلاص خوخه باكر ان شاء الله. باكر باكر؟ هو في حد بيرقص الصبح؟ خلاص يا خوخه ورجينا رقصك. خلاص خوخه ايش بيك؟ كافي رقص. شنو الجمال؟ ايه عزي ايه؟ شنو تعالي؟ سيبني لا سيبني سيبني لا سيبني. تعالي ايش بيك؟ عايزي مني؟ غيري رجال ما تعيزي من الحريم، ايش بيك يا ابني؟ رجال انا بتبنى انت مجنون ولا ايه؟ اقول لك تعالي. ناوية على ايه يا وزة؟ ناوية على ايه في ايه يا امي؟ يعني ناوية تشتغلي ولا تعملي ايه بالظبط؟ الواد كلها شهرين ثلاثة ويدخل المدرسة، وانت عارفة المدرسة ومصاريفها. ان شاء الله يا امي، لما ربنا يسهل. ربنا مش هيسهلها الا لما تكون انت ناوية تعملي حاجة، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. جرى ايه يا امي؟ الله هتبنتي والزمن عليا، ما تهتي شوية. يا ولية يا ولية خلي عندك رحمة،
ايه دي شويه على البنت خليها تاخد نفسها. كره ايه يا راجل؟ هو انا قلت لها لازم تشتغل دلوقتي حالا؟ انا بسالها ناوي على ايه؟ العمل عمل ربنا. الله، بقول لك ايه يا بنت، الفلوس اللي انت سبتيها كلها خلصت من كذا شهر، والواد عيد هو اللي قايم بالمصاريف. انا بس حبيت اقول لك عشان تبقي عارفه. خلاص ياما، عرفت. ارتحتي؟ معلش يا وز، معلش، هتفرج ان شاء الله. معلش. مالك مالك يا وز؟ من ساعه ما شفتك كنت عماله زي اللي مهمومه ومخنوقه وعايزه تطلع من هدومها. في ايه يا حبيبتي؟ مالك مخنوقه يابا؟ وكفايه عليا الفتره اللي قضيتها في السجن. معلش يا بنت، انا هخرج. رايحه فين يا بنت؟ هو انت لحقتي؟ ده احنا يا دوبك لسه راجعين. رايحه اشم نفسي، حاسه ان احطان البيت طبقه على نفسي. اسم الله على العنبر اللي كنت فيه. بس كان اوسع ياما، كان اوسع بكتير. انت يا وزة، بسم الله الرحمن الرحيم، كنت فين يا بنت كل ده؟ تعالي يا بنت تعالي، وحشتيني وحشتيني يا وزة. تعالي تعالي، كنت فين يا بنت كل ده؟ اقعدي. مالك مخطوفة كده ليه؟ يا بنت يا ندلة يا دوب، يا اختي انا افتكرتك موتي ولا حصل لك حاجة. لا انت يا اختي لسه عايشة، ده انا توك اول ما خرجت طلعت على الواد مانح مطمن عليه هو وابويا وامي، وجيت على هنا وانا قلبي مقبوض بفتح المفتاح وانا خايفه لا يكون الشقه سكنها حد تاني. الاقيكي يا اختي قاعده بتحطي وتعملي في وشك. يا ندله يا دوب ما تساليش عليا. اسال عليكي فين يا مخبله انت؟ كنت فين يا بنت كل المده دي؟ هو ايه اللي اسال عليكي فين؟ بقالي فتره يا ندله يا دون قاعده في السجن، الا ما فكرتي مره تزوريني ولا تيجي تقولي لي ازيك عامله. سجن؟ سجن ايه كفالة الشر؟ ايوه يا اختي اعمليهم عليا. الا ما فكرت تزوريني ولا مره في السجن، وفي الاخر تقولي ما اعرفش ان انا في سجن ليه؟ هي البنت خوخه ما قالتلكيش؟ وهي فين خوخ؟ ده انا من ساعه ما رجعت لا حس ولا خبر، وانت ما اعرفش عنوان بيتك عشان كده ما سالتش عليكي. الله، لو انتوا بقى كل ده ما تعرفوش حاجه عن بعض. لا، البنت خوخه جاتلي في السجن وقالتلي انها هتتجوز وتسافر مع جوزها بره، وساعتها حتى قالتلي انها ما تعرفش عنك حاجه، وانا قلقت عليكي قلت لك كوني عامله مصيبه، وقالتلي هتدفع ايجار الشقه. هو ايه اللي حصل؟ كنت هربانة. كنت هربانة من ايه بقى ان شاء الله؟ هقولك، بس احكيلي الاول حكاية سجنك دي. يا لهوي، ده احنا نزهر نقعد نحكي كتير. بس والنبي يا بت، قومي اعمليلي لقمة لحسن، انا هفتنة وجعان. والنبي كوباية شاي لحسن، عندي صداع وانا هحكيلك كل حاجة. عينيا يا حبيبتي عينيا، دي واحدة. يلا اعملك شاي بسرعة تشربيه، ومعلش هنزل وارجع نبقى نكمل حكاية لحسن، ورايا شغل. ها، لو انت ما خلصتيش اختي من الشغلانه المنيله ب60 ليره اللي انت كنت بتشتغليها بعد كل ده. واحنا لاقيين؟ هو انا لاقيه شغل؟ والنبي تسكتي، ده انا بقيت محترمه غصب عني. طب زودي السكر في الشاي. يا لهوي، لها البنت خوخه وطوحة كل ده ما يعرفوش حاجه عن بعض، واحنا ايه اللي حصل لنا؟ يعني عليك يا زمان.